الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الأهل الكرام جميعا في قرية الأملط، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحمد الله سبحانه وتعالى إنه هيأ لنا هذه السانحة لبيان دين الله سبحانه وتعالى، ثم نشكر لأهلنا في هذه الدار العامرة إن شاء الله لاستضافتهم وتبنيهم لدين الله عز وجل ودفاعهم عنه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين الحسنات. ونحن جينا يا أخواننا لبيان أمر واحد، وهذا الأمر هو أعظم أمر، وهو أمر التوحيد، وهو حق الله على العبيد، وهو أن يعبد الله وحده لا شريك له، وأن يخلع ما سوى الله سبحانه وتعالى ممن تصرف له العبادة. ربنا عز وجل قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومعنى قوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليوحدون، يعني ربنا ما خلقنا كلنا إلا عشان نعبد براه. شكذا ربنا عز وجل قال: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فربنا خلقنا عشان نعبد الله براه، والعبادة زي شنو؟ زي الصلاة والصيام والزكاة والحج، وبرضو زي الدعاء، يعني لو داير ربنا يشفيك أو ربنا يديك ولد أو ربنا يديك مال ورزق أو ربنا يعرس ليك، تقوم ترفع يدينك لربنا سبحانه وتعالى برا. ده التوحيد، وده حق الله علينا سبحانه وتعالى. وإن العبادة دي لو أديتها لمخلوق سواء كان صالح أو كان طالح، أنت وقعت في الشرك بالله عز وجل، وربنا سبحانه وتعالى ما بيغفر لك ذنوبك، وربنا سبحانه وتعالى بيحبط لك أعمالك الصالحة كلها. وبهذا جاء جميع الأنبياء والمرسلين، وهذه هي دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام جاء عشان ربنا يعبدوا براه. لما تجي تنادي ما تنادي الشيخ، ليه ما تنادي الشيخ وما تنادي الفكي وما تنادي الواحد الزول اللي بيكتب البخرات أم بتاري أو بيكتب للناس محايات أو بيقول للناس علقوا حجبات، أو لما الناس يكونوا دارين يعملوا محاضرة وفنجر ما دار الناس يشتغلوا المحاضرة، لأنه موضوع بيتكشف، لأنه دار الناس يكونوا له عبيد من دون الله سبحانه وتعالى. فما تدعوه ما تصرف له العبادة، ليه؟ لأنه أول حاجة هو بشر زينا، أنت عندك 4 أذنين يا شيخ، ولا عندك 7 عيون، ولا عندك 12 كراع، بعدين أنت يا شيخ بتموت ولا ما بتموت، بعدين أنت بتاكل ولا ما بتاكل، بعدين أنت بتمشي الحمام ولا ما بتمشي الحمام، لو بيجيت أصلح الصالحين تمشي الحمام ولا ما بتمشي، وممكن يجيوا مغس ولا يأكل له شطة حمراء بانيد،
تلقاه قاعد في الحمام يضيع لك نص ساعة، عرفتها؟ ثلاثة أباريق ما يحلنه. طيب انت يصرفوا لك العبادة بياتو مؤهل، انت مؤهلك شنو ذاته عشان يصرفوا لك العبادة؟ وزعلان ما داير الدين وما داير المحاضرة الناس يسمعوها. ونحن بنقول للناس امسكوا في الله، ما قلنا لك تعال امسك فينا، لانه نحن بشر مخلوقين، نحن ذاتنا ما بنستحق عبادة ولا دارين منك شكر، لكن دارين من الناس انهم يعبدوا ربنا سبحانه وتعالى براه. لكن يا اخواننا الكلام ده بيقطع له المصالح بتاعته، عشان كده هو ما داير يسمع الكلام ولا داير الناس يسمعوا الكلام، وجوا عينك الكلام ده بيصلك ويفوتك بغالي، تفاهم؟ ده دين ربنا سبحانه وتعالى، كلام آيات منزلة من السماء، ربنا خلق من أجلها السماوات والأرض. يا ناس الناس تفهم، نحن لا تابعين لحزب، لا تابعين لجماعة، لا تابعين لطريقة، لا تابعين لبشر، نحن كلامنا كله آيات وأحاديث، ولا دايرين إنك تبقى معانا، نحن دايرين إنك ترجع لربك وتصرف لربك سبحانه وتعالى العبادة. ربنا قال وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. ربنا قال لك توكل على الحي ربنا سبحانه وتعالى الذي لا يموت. الصالحين بيموتوا ولا ما بموتوا؟ أفضل وسيد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الدار الآخرة ومات ولقي ربه سبحانه وتعالى عليه الصلاة والسلام بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. ربنا قال إنك ميت وإنهم شنو؟ ميتون. عشان كده نحن بنقول للناس يا ناس توكلوا على الحي الما بيموت، لأن ربنا الحي الما بيموت كامل في صفاته. البنت بالمحايات ذاته لما يمرض يجيب يودوه بالإسعاف حلفة، ولو لقوا مرض خطير يودوه الخرطوم. وكثير من الناس المساكين هو يكتب لهم الحجبات والبخرات ويقعدوا في محلهم ما يمشوا يتعالجوا. طيب انت لو نافع وبخراتك دي وريقاتك دي لو نافعة وحجباتك دي لو نافعة ما كان تكتبها لروحك؟ وهل كونه تقول للناس يا ناس ما تمشي تسمع الكلام، هل ده بوقف الحق يعني؟ انت المفروض تحمرك برا تناظر، لو انت عندك حجة بالجد تجي تقول يا ناس، لان يا اخواننا الدين ما بالعضلات ولا بالعكاكيز، ده ما الدين كده، الدين بالآية والحديث والحجة. انت لو عندك دليل على الحجبات وعلى البخرات وعلى المحايات حبابك تعال ناظر، لكن لان اخواننا هو ما عنده علم وهو اجهل من حمار ابيه، فهمت؟ ما بيجي يناقش ولا بيجي يناظر، بل هو عارف ان القرآن والسنة بيفضحوه ويكشفوه وبيبطلوا عمل، عشان كده ما دار الناس يسمعوا، عرفته؟ ولذلك الزول يا اخواننا يعبد الله ويصرف العبادة لله سبحانه وتعالى، لأنه ربنا عز وجل حي لا يموت سبحانه وتعالى. نمرة اثنين، ربنا عز وجل بيسمع دعاءك، وربنا سبحانه وتعالى بيوصل لك الخير سبحانه وتعالى، وربنا عز وجل إذا دعيت وإذا سألت ربنا سبحانه وتعالى بيديك سؤلك، زي ما دعا الأنبياء والمرسلين دعوا ربنا سبحانه وتعالى وربنا اداهم، لأن ربنا عنده. قال وإن من شيء إلا عندنا شنو؟ خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. نحن نخلي ربنا اللي عنده الخزائن، وربنا اللي بدينا بالمجان أدانا الحمد لله صحة وقوة ونفس وأكل وشراب، ده غير نعمة الإسلام اللي هي أعظم من أي نعمة تانية، وبدينا لا مجان. أنت تمشي للشيخ يكتب لك واعمل لك المحايات والبخرات
بالقروش يشيل منك. الله خير أما يشركون. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ذلكم الله ربكم، ذلكم الله ربكم والذين تدعون من دونه، من دونه ذي خاشين فيها الرسل والأنبياء والصحابة والصالحين والطالحين، ذل كلهم دون الله سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل قال والذين تدعون من دونه ما يملكون، يعني ما عنده من قطمير. القطمير ده القشرة اللي بتلقاه في جن البلحة. ربنا قال لك عشان ما يغش كثير من الناس، بيغشوهم أصحاب الطرق، يقول لك والله الشيخ ده بينفخك، أنا والله لي كم سنة بفضل الله داير زول ينفخني ما لاقي، داير لي زول ينفخني عشان أملك الجلابية دي كده شوية ما لاقي كويس. ويجي يقول لك الشيخ بيسوي لك، ربنا قال لك ما عنده قطميرة، ما عنده، ما تخاف. مش لو بقى هون بتاري وبيكتب سحر هو ذاته خليه يركب في الحجاب، مش قال بيكتب لك حجاب بتاع سلاح، الشيخ ذاته علقه هو بدل الحجاب، جيب لك فروة كبيرة غتبها الشيخ واربطها في ذراعك، وأنا بجيب لي موس بس، خليك من سلاح، سلاح ده كثير على الشيخ، عرفتها؟ نجيب له موس بس، والله اكتب لك فوق معادلة كيميائية في وشه، مش قلت حجابك ده بيحجب؟ أشخبتك والله تبقى زي الحوش بتاع الروضة، ما بتعمل حاجة أنت، ما عندك أي شيء. ربنا قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. تقول لي يا فلان، ربنا قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. واحد يقول لك لا بيسمع، طيب نقول بيسمع جدلا، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ما بيقدر يديك. ويوم القيامة يكفرون بشرككم. عشان كده يا اخواننا نحن رسالتنا الدجالين تراهم اتفضحوا وخايفين من محاضرة في بيت، خايف عشان ما يتكشف، لكن نحن كلامنا يا اخواننا لبقية المسلمين، والله المسلمين لو عرفوا الورطة الزول اللي بتورطها يوم القيامة لو بار له زول على الباطل والله ما يباري أي زول. ربنا قال كده، ربنا سبحانه وتعالى قال إذ تبرأ الذين اتبعوا. انت لو مباري لك زول في الدنيا تقول ده شيخي وده الولي بتاعي وده اللي انا راجيه ليوم القيامة، شنو كده سفينة نوح، الحق نفسك قبل تروح وشايل لك ورد صباح ومساء تقراه وهوس وعامل لك طريقة، ده يوم القيامة بيتبرى منك. ربنا قال إذ تبرأ، سورة البقرة، انت ما تسمع القرآن شنو ما تقوم ومحاضرة ما تقوم، حاضرة قامت هرايك شنو، عرفته؟ ربنا سبحانه وتعالى قال إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، بيتبرى منك عادي، ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، يعني العلاقات بتاعت الدنيا، شيخي في الطريقة والمقدم بتاعي والبكتب لي البخرات وإلى آخر، العلاقات دي بتتقطع يوم القيامة. وربنا عز وجل قال جاب التبرؤ ده وما يحصل بينهم من السب والتلاعن والشتم جوا جهنم. ربنا عز وجل قال في سورة الأنعام ويوم نحشرهم جميعا، الدرويش والفقير الكبير، ويوم إذا مات على العقيدة دي، ربنا قال ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. الله يجزاه خير، الناس سمعوا التوحيد، جزاكم الله خير، عرفته؟ جزاك الله خير، نازل الناس فيهم خير يا زول. وأنا أبشرك قدر ما تحاول إنك تعادي دعوة الله دي ربنا بيفتحها زي الناس وبتمشي الشغلة اللي قدام. انت ما شفت فرعون؟ فرعون قال داري وقف دعوة الله، ربنا قال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. أسيا يا الفكي ما لك المحاضرة دي ولك دل دارين يغيروا الدين، بس يا نفسي كلام فرعون، إني أخاف أن يبدل دينكم
أو أن يظهر في الأرض الفساد. نرجع للآيات، ربنا قال ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا، الزول الكام بنهم للزول في الدنيا هنا، أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ وين اللي بتناديوا للجنة؟ واحد للرزق، واحد بتاع قبة وبنية، واحد مدفون تاني بتناديه عشان يحفظك، واحد تاني عشان للولادة، واحد تاني للمطر، واحد تاني لشنو؟ ربنا سبحانه وتعالى قال لك ديل وينو؟ ويوم نحشرهم جميعا، اسمع الآيات دي وتدبرها، لأنه زول ما بتدبر القرآن ده يوم القيامة بتورط ورطة كبيرة. ربنا قال ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ربنا قال ثم لم تكن فتنتهم، يعني حجتهم، إلا أن قالوا والله، أسمع الكلام ده كويس، شوف الحجة الرد بتاعهم شنو، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله. جرس ما خير لك تسمع التوحيد عشان ما تجرس بعدين، والله ربنا ما كنا مشركين. وهو كذاب في الدنيا زمان، لما تحلفوا بالله وتحلفوا بسيد البنية وست البنية، لما يحلف بالله بيحلف بالكذب، لما نحلف بسيد البنية بيحلف شنو؟ بالصدق. يقول لك لا 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 لا، شيخ ده زول، شيخ ده بيبين سريع، يخاف من سيد البنية والقبر، الزول الميت تحدى لو 400 ولا 700 سنة والدون أكله، يخاف منه أكثر مما يخاف من ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا عز وجل قال في سورة النحل، أنت مالك ما داير تسمع القرآن؟ أنا الموضوع ده حارقني ولابد أقوله، أنت مالك؟ دي آيات من القرآن، أفتح القرآن لو ما لقيتنا ودينا البحر ولا جنا أخواننا، ده كلام ربنا عز وجل، عرفته؟ ربنا سبحانه وتعالى قال وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. يقول لك يا الله يوم القيامة بقول كده يا ربي داك داك الفكي الفكي هداك له. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا شنو ندعو من دونك. ربنا قال فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. بيرد عليه ويقول له يا زول هوي لا ناديتني، الشيخ ذاته قال لك يا زول نحن خطيرين وبنكتب لك حجاب ونحن إن شاء الله كلنا يوم القيامة بنخش سوا الجنة، وغشاك بحاجات كثيرة، يوم القيامة بتبرى منك ويقول لك ربنا عز وجل قال فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. وآيات كثيرة جدا، ولذلك يا أخواننا ربنا عز وجل قال في سورة الأحزاب وهو يذكر هذه المواقف، ربنا سبحانه وتعالى قال يوم تقلب وجوههم في النار فيقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. طيب يا فكي فلان ويا حاج فلان، الأبيت تسمع التوحيد وغشاك فكي فلان، قال لك دي الوهابية ما تسمع لهم، نحن ما دعيناك لطريق ولا عندنا طريق، أمشي وراجع الآيات دي في المصحف وأبيت تباري القرآن اللي هو كلام الله والسنة اللي هي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان فكي فلان أمشي بعدين يوم القيامة شوف الآيات قالت شنو. ركزوا معي هنا يا أخوانا، دين ما بنسغوا للمحاضرة، ركز هنا بس، خليك مع الشغل ده، آيات صواقع جو جو بتفرتق البلد دي كلها إن شاء الله، عرفتها؟ فربنا سبحانه وتعالى قال ويوم تقلب وجوههم في النار فيقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. المنعك شنو؟ من إنك ما تطيع ربنا ومطيع الرسول صلى الله عليه وسلم. ربنا قال وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا، سيدي فلان وستي فلان، داك مدفون في طوكر وداك في جبل التاكا وديك وين علفون ولا شنو ما عارف، راد منهم وناس ماتوا وانتهوا
ولاقوا ربنا عز وجل بينه وبين ربنا. انت تناديوا ليه؟ وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. هالآية البعدية شنو؟ ربنا هو في الدنيا هنا كم بقول لك؟ لا لا لا، والشيخ ده ما تكلم فيه. في الآخرة كيف؟ وقالوا ربنا، قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. بيقول لها ربنا الزول ده دب الله والعذاب وألعنه ذاته. في الدنيا كان بدافع عنه ليه أخواننا؟ لأنه أي أخوة غير أخوة التوحيد دي أخوة منتهية. والله أكلمك النصيحة، ربنا قال في سورة الأعراف الفكي كده، خلي البخرات شوية اسمع القرآن ده، أسمع كلام الله ده. ربنا عز وجل قال في سورة الأعراف، ودي وصية لأي ذل، الذل يا أخواننا ما يسمع كلام بتارة والدجالين ديل اللي بيصدوك عن الحق وعن القرآن وعن السنة. ربنا سبحانه وتعالى قال فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. ربنا قال لك ما في ذل أظلم ممن افترى على الله كذب، ومن أعظم الكذب على الله الشرك، تعلم الناس يعلقوا الحجابات. ربنا سبحانه وتعالى قال فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. وللأسف الشديد ده مش كذب بالآيات ساي، ده صد الناس إنه يسمعوا ذاته. ربنا قال أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب يعني من العذاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم. والملائكة لما تنزل لك، تنزل لك براك، لا الشيخ بينفعك ولا الدجال بينفعك ولا مبتار اللي بيكتب بينفعك ولا ولي فلان بينفعك ولا القبة بتنفعك ولا البنية بتنفعك ولا الضريح بينفعك ولا الميت بينفعك ولا الخليفة بينفعك ولا المقدم بينفعك ولا بتاع النوبة بينفعك ولا الرسول بينفعك ولا الملك بينفعك ولا الصالح بينفعك ولا الطالح بينفعك. ربنا عز وجل قال أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب من العذاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم. قالوا الملائكة ليل كان بنادي غير الله وعقيدته في المخلوق الميت الما داير يسمع كلام الله عشان الميت ده. ربنا عز وجل قال الملائكة بتقول له شنو؟ قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، وين الكتب تدعون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا، احنا ما شايفينه. ربنا قال وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. يا أخواننا ده ما كلامنا نحن، أفتح سورة الأعراف وهو خايف من الناس يجوا يسمعوا المحاضرة دي عشان بعدين لما يرجع البيت ما يفتح سورة الأعراف ويلقى الكلام حق ويخليه وهو يبقى عاطل ساكت ما عنده شغل. عشان كده هو داير الناس ما يسمعوا الحق. ربنا عز وجل قال وشهدوا على أنفسهم، هنا انت قلت ما تجيبوا اسم، ما بنجيب اسم، لكن الملائكة لما تقبض روحك تقدر تفتح فيهم مادة؟ تفتح فيهم يا مادة كم؟ على الملائكة اللي بتقبض الروح تفتح فيها المادة كم؟ قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله. الفكي أنا خليني من اسمه هسي، لكن الملك بعدين لو مت على العقيدة دي بيزالك، بيجيبوا لك عديل. قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، قالوا ضلوا عنا. والله يا أبو الشيخ أنا كنت راجيه للحظة دي عشان أقول لا إله إلا الله، لكن أنت في الدنيا ما كنت ما بتقول لا إله إلا الله، ولو قلتها بلسانك بتخالفها بعملك. عشان كده أخواننا الزول يحذر الشرك. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم يوم الحد، يوم تلاقي ربك عز وجل، انت خليك زول مسلم نجيط، ما بزول يغشك يا أخ مبتاري ولا سجم رماد، عرفته؟ ربنا عز وجل قال فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني يعني أيقنت أني ملاق حسابي. ربنا قال فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا
وشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي. تخيل الزول ده بقول يا ريتني ذاته لو الكتاب ده ما ادوني له ذاته، لأنه الكتاب بيدله بالشمال ويلوى خلف ظهره والعياذ بالله. ده بسبب شنو؟ بسبب أبيت تسمع كلام الله والشيء غشاك. ربنا قال فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية. بيتمنى إنه يموت في موت. ربنا قال والذين كفروا لهم عذاب جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها جوا جهنم ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. ربنا قال أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا وما للظالمين من نصير. فربنا قال وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية. القروش اللي انت بتغش المساكين عشان تشيل دي، ربنا قال ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. ربنا قال خذوه. العلماء قالوا لما ربنا يقول خذوه فيبتدره 70,000 ملك. أسلوا فيه 10 نفر بس، قال لهم كده أقبضوا الجدادة دي، مش في زول بيقل عليه جناح في إيده وهي حية تقل عليك جناح صح، لأنه الناس كتار. اتخيل ده الملائكة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة العرش ما بين شحمة أذنه، هنا دي نحل الحلق عند الحريم، لحد العاتق مسيرة 700 سنة. ده هنا ده ملك. انت قال هنا، هنا ما نحن مساكين عباد لله، لكن هناك في الآخرة هناك في كذب وفي رشاوي وفي دجل وفي تسليط تحيران وفي تسلط على المساكين ما في. قال فيبتدره 70,000 ملك كلهم يريد أن يضع الغلة على عنقه. 70,000 ملك، 70,000 ديل هيئتهم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، كلهم دارين ينفذوا قول الله خذوه. 70,000 يا أخي، لو جوك 10 بس انت براك. وبعدين يوم القيامة لا، مش ما معاك عكاز وسيف، هدوم ما في، هدوم ما في زي ما الله خلقك. الشيخ والحوار تت كلنا زي ما الله خلقنا. عشان كده ربنا قال خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، دخلوا جهنم. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. العلماء قالوا السلسلة ذرعها 70 ذراعا، قالوا بذراع الملك، وقيل 70 من باب التكثير. يعني ما المقصود 70؟ زي ما ربنا قال إن تستغفر لهم 70 مرة، المقصود الكثرة مش مجرد العدد، لأنه لو استغفر لهم 71 ربنا ما حيغفر للمنافقين. لكن قال يعني هي طويلة جدا، عشان كده قال ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. طيب ما هو السبب؟ سبب شنو؟ العذاب ده ليه؟ السلسلة دي قالوا بيدخلوها له بدبره أو بخشمه ويمرقوها له من دبره والعياذ بالله. السبب شنو يا أخواننا؟ أول حاجة إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. أول حاجة الزول ده مشرك، الزول ده ما داير إنه يقول له الله براه. ربنا قال وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده
ولوا على أدبارهم نفورا. ربنا سبحانه وتعالى قال: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت، يعني انقبضت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. من أهم الأشياء التي يجب أن نعرفها، وهي من حق الله ومن أعظم الأمور، إن أخواننا التوكل يكون على الله. ربنا ابتلاك يا مسلم بمصيبة، ما تجري طوالي جاري الفقراء أرقدوا لي الخيرة وشوفوا لي الحاصي شنو، وإنما تتوكل على الله. والزول إذا توكل على ربنا عز وجل، ربنا عز وجل بينصر. ما تعلق لك حجاب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الحجاب شرك وكفر بالله. وحنقول شرك وكفر لو الوطن ذاته انشقت، لأنه ده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث ابن مسعود، عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. الحمد لله ديل شباب سمعوا التوحيد، أولادنا الصغار ديل وديل قايمين ليك بروس بفضل الله سبحانه وتعالى، عرفته؟ ديل كوكب شلو كان دخل فيك، لا بتقدر تمرق ولا بتقدر تدخل، عرفت الحاصل؟ شباب وأولاد يسر النفس قاموا على العقيدة الصحيحة وعلى التوحيد. نسأل الله أن يوفقهم ويعلمهم ويمشوا بدعوة الله وبدين الرسول صلى الله عليه وسلم، دين التوحيد، لغاية ما ينشروه في البلاد كلها. صلى الله ربنا يوفقهم، ده شيء يفرح النفس. ونحن والله لو جينا من آخر البلد ولقيتنا أنت برا هناك وطردتنا، ده نحتسب عند الله يكتب لنا حسنات، احنا ما ضرينا حاجة. لو جينا هنا فرمونا فرم في الدعوة دي، حاجة نحن بنتمناها ونفرح بها، انت افهم الحاصل، عرفتها؟ ونحن من أرجى الأعمال، والله لا عندنا عبادة ولا عندنا أي حاجة، نحن فقراء لله، لكن من أرجى الأعمال التي نسأل الله أن يرحمنا بها إنه نتكلم فيك ونكشفك للبشر ونبين إنه ما عندك ولا حاجة، عرفتها؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام، احفظوا الحديث ده كويس، احفظوه كويس، عشان لو لقيت واحد صوفي وقال لك هاك الحجاب ده تقول له ده شرك، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما في سنن أبي داود، احفظوا كويس، ده السلاح بتاعك، لا عندنا قرجة، لا عندنا عرفت متفجرات، وإنما عندنا الحجة، والحجة دي المغساو من جوا، مغساك من جوا، والحجة دي والله تقعد لك زي ما قالوا الجماعة زي سندوتش الطعمية، فهمت؟ تعمل لك حرقان، لا تقدر تاكل لحم، لا تقدر تاكل تحلية، لا تقدر تنوم بالليل. آيات دي انت داير تصد الناس عنها تجيك جوا أضانك، آيات طوالي تشتغل لك بالليل بعد المحاضرة تنتهي. فاحفظ الحجة دي. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرقى، يعني العزيمة بتاعت الصوفية الشركية دي، إن الرقى، لكن الرقية بالقرآن دي ما شرك، والتمائم يعني الحجبات، والتولة شرك، ده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، فهمت الحاصل؟ يجي يقول لك يا أخي لا والله دي من القرآن. طيب من القرآن، لو كانت من القرآن أنت بتلبسها في أباطك في ذراعك عشان تعرك فوقها، تعرك في كلام الله؟ طيب لو قلنا من القرآن المصحف كامل بكم، وممكن تلقاه يهدى ولا يباع، صح ولا ما صح؟ كامل المصحف بكم؟ ما بيفوت له 500 جنيه، ده لو لقيت بعض الناس اللي ما عندهم ضمير بيبيعوا سوق اسود، عرفته؟ ما فوت 500 جنيه. الحجاب بكم؟ يقول لك ب 5 مليون. جوا فيه شنو؟ فيه قران، قران غير القران ده؟ نمرة ثلاثة، بتخش الحمام لما يكتب لك الحجاب، القدة هو قران، هو سحر طبعا، لكن قول هو قران، بتخش بالحمام؟ يقول لك بكلام الله بتخش بالحمام؟ يقول لك لا ما بخش به. بتخلي الحجاب برا، اي والحمام بيت منه؟ ده بيت عمك ابليس ذاته. يحلوها لك كيف دي؟ يقول لك لا جوا ما خلاص بيحفظني الله. وطيب الله حفظك جوا بيت الشيطان، برا بيت الشيطان ما يحفظك؟ يا اخواننا ده عقل، عشان تعرف انه ام بتاري عقله اخير منه الجلد بتاع التيس، والله الذي لا اله غير. وتلقاه كاتب للناس ايات مقطعه ورموز شيطانيه،
وطلاسم بتاع السحر او كاتب القرآن بالنجاسات او قالب الآيات بالقلبة ومشقلبة عشان يكفر بالله عشان يكتب لك السحر. فما تلبس حجاب جوا بطن امك. ربنا قال له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. واولادنا الصغار دير ممكن يكون حافظين سورة الطارق. ربنا قال والسماء والطارق، صح ولا ما صح؟ وما ادراك ما الطارق، النجم الثاقب، ان كل نفس لما عليها شنو حافظ. يعني اللي بيحفظنا منه الله، بيحفظك الله. تجي تقول لي فكي ومبتاري، قبل ما الله يخلق ومبتاري البشر ده كان حافظهم منه؟ كان حافظهم الله. طيب بعد ما الله خلق ومبتاري حافظهم منه؟ حافظهم الله يا اخي. فربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيحفظك. ربنا قال قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. الصحابة رضي الله عنهم في غزوة أحد مات منهم 70 من الصحابة الأفاضل رضي الله عنهم أرضاه. ليه الرسول صلى الله عليه وسلم ما كتب حجاب؟ يتقول لي الرسول ما كان بعرف الحجاب، معناه لو ما بعرفه معناه ما دين، لأنه لو كان دين كان عرف. أو تقول لي لا هو صح دين لكن الرسول ما عرفه وتبقى كافر، صح ولا ما صح؟ طيب ليه ما كتب لهم؟ لأن يا أخواننا ده شرك. بل الرسول عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن 10 رهط أتوا النبي صلى الله عليه وسلم يبايعونه على الإسلام، فبايع 9 وأمسك عن واحد. في واحد النبي صلى الله عليه وسلم ما بايع، قالوا يا رسول الله بايعت 9 وتركت هذا ليه؟ قال إنه معلق تميمة. يعني التميمة في الإسلام ما له؟ الحجاب حرام وشرك. لما الرجل عرف كده طوالي قطع، لما النبي صلى الله عليه وسلم شافه قطع طوالي بايع. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له. ده دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني انت داير الحجاب ده يتم لك حاجة، يحفظ من عين، يجيب رزق، عرفته؟ يا حجاب سلاح إلى آخر. النبي عليه الصلاة والسلام دعا الله إنه أي زول علق تميمة إنه ربنا ما يتم له مقصود. ودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم مستجاب ولا ما مستجاب؟ مستجاب. فما تباري لك هوس وطرق وتجي تقول حجاب وما حجاب. يا أخو الحجاب لو بيحفظ الورقة اللي كتبها الشيخ دي بيجلدوها بيجلد، ولك والله دارين جلدها من الموية. طيب هي من الموية ما حفظت نفيسة، تحفظني أنا؟ أنا مخلوق، أنا من موية وطينة الاثنين، أنا ورقتك دي بسوطة لك، عرفتها؟ عشان كده قال واحد أم بتاري كتب لي واحدة غشاة مسكينة جاته قالت له الولد ده الله يكرمكم بريل، انا داير له حجاب من الريال، ما تصبر عليه ويكبر شويه يعقل، ولا وديه له دكتور يمكن يكون الخشم بتاعه ده في صاموله نسوه، عرفت؟ بيفهمهم هم يعني. فالنبي الرجل ده جاب لها جريده قديمه وفيها صوره الرئيس نميري، قام طبقها وعمل لها حجاب. الولد لبسوه الورق عشان ما يريل. بعد فترة الولد خشى يستحمى، عليكم السلام، الولد خشى يستحمى الورقة وقعت جوا طشت الموية. يا ولد الورقة وين؟ قال لا وقعت لأمه، شالت الورقة وجرت بها طوالي، مشت للفكيه الدجال ومبتاري ساحر، شالت لي الورقة قالت لها شيخ الورقة وقعت وكذا. قبل ما توديها للشيخ ودتها للزول البجلد الحجبان، قالت لي يا أخ الولد كتبنا له ورقة وكده وقعت في المويه كده شوفها لنا، وهي مسكينة ما بتقرأ. قام فرتقها قال لها ده شنو ده؟ قالت له دي ما ورقة عشان الولد ده كان برأيه. قال لها الشيخ ده غشاكي كيف؟ قالت له قال لها دي جريدة الأيام، ده قرآن دي جريدة الأيام يعرفوها الناس الكبار، ودي صورة نميري. قامت مشت للشيخ قالت له يا شيخ الشغلة دي كيف تغشني كيف جريدة الأيام وصورة نميري؟
قال له هوني ميريد انا الشفريق، الشعب السوداني ما هنا الشفريق ولدي. شوف الفهم عليك، والله شغالين مع الناس كده. يقول لك بيع ماها في سماها، ويا بقبة اللبنية اكتب لي حجاب من راسي لي كرعية. ده شنو ده؟ هو الساكت يا ناس. عشان كده اخواننا الناس تتعلق بالله وتعرف ان اخواننا ما بيستقيم لك دين وتوحيد الا اذا عرفت، الا اذا عرفت ان اخواننا البشر ديل ما بيستحقوا العبادة مع الله، وإن زول اللي بيصرف لهم العبادة مع الله مرق بر الدين وترك الإسلام وفارق دين محمد صلى الله عليه وسلم. ودين احنا رسالتنا دارين نوصلها للناس، ما دارين زول يتعلق بينا، ولا عندنا طريقة، ولا نحن حزب خاشين انتخابات، ولا دارين أصوات ناس، ولا جايين نرضي بشر، ولا نحن شغالين مع زول، ولا في زول يعني راجين منه مرتب ولا تعليمات. نحن دارين من الناس انهم يعرفوا ربنا سبحانه وتعالى ويتعلقوا بالله ويطلبوا حاجات من الله ويعبدوا ربنا سبحانه وتعالى براه ويتبعوا راجل واحد وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. اي مسلم الكلام ده ما بيوجعه ولا بياباه، لكن اي زول مرضان وعنده مصالح الكلام ده بيعتقد انه هو بيخرب عليه. فنحن وصيتنا للناس انه ما تمشي للسحرة والدجالين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا، كاهنا ده أبوك الشيخ الحارس البنية والقبة والقبر والبكتب الحجبات والمحايات والبخرات، ده ذات النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نحن كلامنا ده لو باطل الآيات والأحاديث دي ونحن فهمنا غلط تعال ناظرنا، لو الآيات والأحاديث دي نحن ما فهمناها تمام امشي طوالي جيب لنا مناظره في تلفزيون في راس بيت عرفتها في يوتيوب في اي حاجه احنا جاهزين لها. وتعال بالكتب، الكتب بتاعت طريقتك انت وشيوخك انت الناس عشان يفهم الشعب السوداني يفهم، لكن ما يتكلموا وكذا وكذا الشغل بتاع شوفها ساكت ما تجي جنبي ما تركب معي في العربيه الشغل بتاع شوفها. لكن الشغل التمام ربنا قال قل يا اهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمين مسلمون. أنا أشكر لأهل هذه الدار هذه الاستضافة، ونحن نحسبهم ناس رجال لأنه ما يزول بيستضيف التوحيد. يا أخواننا فرق بين الراجل والذكر، ربنا لما قال الصحابة رجال ربنا قال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الراجل ده اللي بيبقى على التوحيد، والله ما راكز التوحيد ده صعب، والله صعب ما يزول بيقدر عليه. زول قدر على الله براه وخالف المجتمع ده أرجل منه ماف. وهكذا كان هم الأنبياء والمرسلين. فنحن نشكر لأهل الدار فرحانين منهم جدا، والحمد لله يا الناس جو والناس سمعوا، ودي وصيتنا للناس يبلغوا ويتعلقوا بالله ويتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير.